خوتي ماذا بكم ديروا نجام واشتراك بالقناة هكا باش يوصلكم كامل جديد. My friend, so good to see you again. Long time no see. يعرف تواجد وزير الشؤون الخارجية والجالية الجزائرية بالخارج رمضان العمامرة أو كما يلقب بأسد الدبلوماسية الجزائرية في الدورة 77 للجمعية العامة المنعقدة بمقر الأمم المتحدة بنيويورك ظهورا مميزا ولافتا، وذلك بعد لقاءات من أعلى مستوى مع دبلوماسيين ووزراء أوروبيين وأمريكيين. وشهد لقاء العمامرة مع الدبلوماسي المصري كمال ناصر حادثة طريفة صنعت الحدث على مواقع التواصل، وتمثلت الواقعة في رد وزير خارجية الجزائر على كلمات الدبلوماسي المصري الذي بمجرد لقائه العمامرة قال: أنا مشغول وكنت أود لقائك، ليرد عليه العمامرة مبتسما: إنه مسك الختام، لأنه قبل أن ألتقي بالرئيس الأمريكي جو بايدن ها أنا ذا ألتقي بك الآن. مشغول أنا بس حبيت ألتقي بك مسك الختام النهار ده، يعني قبل الرئيس هو مسك الختام بالنسبة لي قبل ما نلتقي بالرئيس الأمريكي حضرتك وظهر الدبلوماسي المصري مبتسما بشدة بعد هذا الرد من العمامرة، كما أشاد به مطولا بعد ذلك الحين وصف العمامرة بأستاذ الدبلوماسية العربية.